السلام عليكم، وحبكم بقاتكم من عيش طبيعيا. سعيد بلقياكم مرة أخرى. غنتقاسم معكم طبق إن شاء الله ديال الكسكس اللي غيسخنا اللي موجود عندي في المنزل بإذن الله. كما كتلاحظوا عندي هنايا الخضر اللي عندي اليوم، فقط عندي القرع الأحمر اللي عارفينه كنخزنو وكنستعملو كخضرة وغنستعملو في الصلصة بإذن الله. الخضرة الوحيدة اللي عندي في المنزل هي القرع الأحمر، بصل، جوج بصلات كبار مقطعين بهذا الشكل هذا، عندي توم مفروم، عندي ليمون مخلل، حامض مخلل مرقد في المنزل مقطع، وهذا غنديرو في الاخير باش تبقى النكهه ديالو. عندي التنسيم ورق الغار. الخضره اللي غنستعمل هي الخرشوف، ها هي عندي مرقد هنايا بنفس الطريقه، يعني مخلل بنفس الطريقه ديال التخلال ديال الخضر او ديال الزيتون، لان انا كنضيفو عليه الليمون الحامض كما كتشوفوا، هو اللي غنستعمل اليوم كخضر باذن الله. معلقه صغيره عندي كرويه، ربع ملعقه ديال القرفه، كركم عندي جوج معالق صغار ديال الكركم، عندي نصف ملعقة ديال الزنجبيل باودر، وعندي هنايا كمعلقة ديال الكرام مسالة المغربية، ما يسمى بالمساخن عندنا في المغرب، مجموعة من التوابل اللي غنعطيكم رابط الفيديو باش تشوفوا الحلقة فيها الهيل، فيها الخدنجال، فيها الحلبة، فيها مجموعة من التوابل والأعشاب اللي كتسخننا في هذا البرد بإذن الله. في قدرة النار أنا بديت، عندي بصلة مقطعة رقيقة، والدجاج ها هو خليته طاه هنايا في الماء اللي فورت فيه التصويره الاولى ديال الكسكس اللي غنشوفو، يعني كاع الناس كتعرف تصور الكسكس. والان غنوجدو الصلصه ديالنا، هنا غنحطو القرع، البصل، غنعمل كميه من الثوم الان وغنخلي كميه في الاخير. هنا غنشطلق البنة ديالها، عندي الحامض مخلل، التوابل، غنعمل ورق الغار، عندي زيت الزيتون الآن القليل في الأخير بسم الله. يعني كنوضعوا هاد الاشياء كلها من بعد ما كيطهى الدجاج مع التصويره الاولى ديال الكسكس. غنفتحوا باش نوريكم، ها هي الحمد لله كنجبد لكم باش تشوفوا، ها هو الحامض بقى كما كتلاحظوا، ها هو فسج، جبت لكم وحده قاصح، هانتوما كنشوف كنورك عليه بقى قاصح، يعني بانه راه تخلل مزيان ونقدروا نعملوه. نصف الكميه هي، وهذه غنعمل بها نخليوها للسلطه ولا لتحضيرات اخرى. دونك فقط غنعمل القليل من زيت الزيتون من الفوق، يعني هي راه كما كتلاحظوا راه مغطاه، بما انها مغطيه، بما ان المواد ديالنا المخلله كتبقى مغطيه بالماء ديالها، يعني ما كنخافوش عليها، يعني فقط خصها تبقى تحت الماء بهذه الطريقة هذه. صافي غنردها الثلاجة ولا بلاصة باردة عندكم هانتوما، ها هي صافي عندنا، ولا أصبح مادة يعني وصل ليها تحويل، يعني تغيير، يعني ما غتحتاج لينا طهي كثير. غنخليو تبدا الصلصة ديالنا طيب، وغنضيفوه في التصويرة الأخرى، يعني في التصويرة ديال الكسكس، يعني في آخر المطاف عاد نضيفوه مع القرع، لأنه ما يحتاج لينا طهي كبير، لأنه أصبح مادة متحولة أو مغيرة بفعل التخليل. قليل من الصلصة الحارة سخن كذلك في هذا البرد، كان غلات لينا المكونات، نقدروا نضيفوا الخرشوف ديالنا، يعني تقدروا تغسلوه الا بغيتوا، معلين بانه ما مملحش، يعني التخليل راه ما كيعطيناش اشياء مالحه الا ضبطنا الملح ديالنا. نضيف القرع الاحمر، نعرفوا الكسكس ديالنا، الكسكس هذا القمح الكامل، هنا بسمن البلدي، قليل من اللحم ديال الدجاج البلدي، كنضعو القرع ديالنا الأحمر، خرشوف مخلل، الشكل النهائي ديال طبق الكسكس ديالنا، كسكس القمح الكامل هذا، اليد،
اختو معنا الخضره اللي درنا اليوم، خضره الخرشوف المخلله اللي كتجي رائعه في هذا الطبق. يعني فقط جربوا، خلوا هذا العام ان شاء الله الا كانت عندكم كميه ديال الخرشوف، هذه الطريقه الرائعه باش نحتفظوا به ونخزنوه الا كانت عندنا كميه كبيره. ودائما كنحترموا داكشي اللي موجود عندنا في المنزل، يعني ما كيقتصرش الكسكس على خضره معينه كما عهدنا في السابق. دونك كما كتلاحظوا القرع الاحمر، البصل، الثوم، التوابل اللي كتسخن المساخن، الحامض اللي عرفناه في الاخير باش يبقى النكهه ديالو مع السمن، يعني كل هذه المكونات ان شاء الله كتساعد في الهضم باذن الله. قبل ما نختم كتعرفوا بان فصل الخريف ما فيش الخضار كثيره، كيقتصر فقط على الصفرجل، البطاطا القصبيه، القلقاس والبطاطا الحلوه. وكان الفيديو ديال هذا النهار باش نبينوا بان كل بيت يقدر يكون عنده بيت الخزين صغير ولو حتى في الثلاجه او في البلكونه، وبهذه الطريقه كنكونوا كنستعملوا الاشياء اللي مخزنينها سواء على شكل مخللات او مثل البصل والثوم والقرع الاحمر، وكنكونوا نوجدوا اطباق صحيه ومفيده للاسره ديالنا باذن الله. شكرا للمتابعة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله باش نشوفوا تطبيق آخر للخرشوف المخلل. انتظروني في فيديو آخر إن شاء الله. دائما مع التغيير دائما نعيش طبيعيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.